أنا سعيدة جدا بكِ أولا مها الفكي كمديرة للمشاريع والبرامج بمنظمة بنتي بورو. أهلا وسهلا بكِ. الحمد لله، أصبحت طيبة؟ الحمد لله رب الحمد العالمين. لله. احنا برضو بنرحب بك اكيد نسرين عبد الله، واحده من المستفيدات من المنظمه وصاحبه طبعا مشروع وناجح جدا، واحنا شايفين كمان معانا على الاستديو. اهلا وسهلا بك. الله يخليك. تمام الحمد لله، تسلم. طب مها، انا هبدا معاكي فكره الاسم. اول ما سمعنا بنتي بورو سالتك قلتي هي كلمه نوبيه بتعني الفتاه النخله. تفاصيل الاسم وسر الاختيار وشنو الرساله عايزين توصلوا حتى من الاسم؟ بنتي مبارو هي باللغة النوبية زي ما قلت لك بتعني الفتاة النخلة. الفكرة من الاسم انه المرأة لو ما كانت مستقرة اقتصاديا الموضوع ده بأثر عليها كثير شديد. النساء عموما اذا كنت طالبة، اذا كنت ربة منزل، اذا كنت موظفة، اذا كنت بتكوني مركزة انت اكثر انه الدخل يجي من وين. تمام، فلو ما كان الحاجة دي مستقرة فانت بتكوني متوترة، بتكوني متزعزعة من انك تأدي مهامك بطريقة كويسة. فالفكره انه احنا نساعد النساء لكن ياتهم اللي بيعملوا حرفه بيدهم اللي هم اللي بيشتغلوا هاند ميد، انه الهاند ميد اللي بيشتغلوه ده كيف انهم يقدروا يحولوه من انه يتباع رخيص والناس ما تفهم فكره الهاند ميد لانهم يصلوا للمحليه، يصلوا للدوليه، بعد ذاك اقليميا ويصلوا للعالميه. فعشان الحاجه دي بتساعد في الاقتصاد عموما. حلو. طب يعني نسرين، انت بدات قبل سنه ونص من وجودك وانضمامك للمنظمه، اللي فرق شنو؟ وهل الاهداف اللي اتقالت دي هي ماشيه صابه مثلا في مصلحتك انت كزوله بتعمل في مشروع حقيقي؟ والله انا لما كنت شغاله براي من قبل كنت بلقى صعوبات يعني كثيره، فكم مره كده فبرجع للورا وبفكر اني اخلي الشغل، لكن لما لقيت انه في ناس بتدعم الفكره وبتشجع الناس اللي بيشتغلوا يدويا، بما انه الشغل اليدوي في السودان ما مقيم زي برا والناس بتسترخص فيه اكثر شيء، لانه احنا مشينا لقدام خطوه الحمد لله. الحمد لله يا رب موفقين دايما وكل الخطوات اللي قدام تكون ناجحه وثابته اهم حاجه. احنا هنشوف مع بعض واحده من الفعاليات اللي كانت اكيد تبع المنظمه ونجي نتكلم اكثر عن مراحل المنظمه. نحن منظمة اسمها بنتي بورو بدأت شهر 2 الفات. شغالين على شنو؟ شغالين على تمكين المرأة، المرأة الرائدة. يعني أي بنت قاعد تعمل بيزنس يدوي بتعمل في براها بتدعب فيه وبتكون عايزة تسوق وبتكون عايزة تشتغل عليه بتلاقي سوق العمل صعب شديد. فإحنا قلنا بدل ما نجيبه وندربه نشتغل مع البنات اللي اوريدي بدوا يشتغلوا في البيزنس بتاعهم ونشوفوا هن وصلوا وين. يعني مثلا في واحده بتكون بدات البيزنس عايزه تصدق عايزه تسويك، في واحده بتكون عايزه تبيع، في واحده بتكون عايزه فريق عمل، في واحده بتكون عايزه ممول ليها. فالموضوع ده كله عشان احنا نعرفه لازم نصل للبنات دي نقعد معاهم نعرف انهم هم وصلوا لوين ومحتاجين شنو. فقمنا فكرنا في الفعاليه بتاعت الليله اللي احنا جينا لها دي اللي هي الفعاليه اسمها منتدى ومعرض رائدات الاعمال السيدات. احنا تارجتنج البنات بس، بنعمل لهم شنو؟ احنا بنطلق الممكنات بتاعتهم او تقدر تقول انه الشغف بتاعهم اللي ما قادرين يطلعوه او المهارات اللي هم ما قادرين يشتغلوا عليها. فبنقوم نخليها تجيب المنتج بتاعها وبعد ذاك نشوف الناقص ليها شنو في المنتج ده، بنساعدها بالحاجه اللي بنقدر نساعدها. الحاجه اللي بنقدر نساعدها دي لانه احنا شغالين في الدعم القانوني، شغالين في التدريب، شغالين في نخليها كيف تسوق للمنتج، كيف توصل البراند بتاعها من المحليه للعالميه، كيف انها تقدر ذاتها كبيت تقول انه انا من حقي يكون عندي منتج وشغاله عليه في السودان. الفعاليه دي فكرتها مبدئيا انه احنا بنشتغل عليها من البراند، من فكره البراند لحد ما توصله للتسويق لحد ما تبيع. بعد كده هنقوم نختار منهم البنات القادرين يشتغلوا على منتجهم وفي نفس الوقت قادرين يتكلموا على المنتج. ما بتلقى واحدة بتشتغل بس لكن بتقدر تتكلم، فإحنا هنقوم نجيب البنات اللي بيشتغلوا على المنتج وبرضو قادرين يتكلموا ونعمل لهم منصة. المنصة دي هيقوموا من خلالها يوروا الفكرة بتاعتهم، التحديات اللي لاقتها، راس المال، سوق العمل شكله عامل كيف، هي عملت شنو ما عملت شنو، كل التفاصيل دي. المنصة دي برضو هيكون فيها ناس متخصصين في التسويق، ناس متخصصين في الإدارة المالية، ناس متخصصين في كل الحاجة اللي بتخص الرواد البادين جديد أو الأعمال الناشئة. من الحاجات اللي احنا نفسنا نصلى لي قدام إنه المنتج المحلي بتاع السيدة إنه يصل للعالمية، كيف إنها بعد ما تبيع جوا السودان وتسوي كيف إنها تصل للسوق العالمي. هنعمل لهم ويب سايت، هنعمل يوتيوب شانل، هنعمل لهم طبعا هبدأ من البراند الشخصي بتاع الزولة دي لحد ما نوصل.
سلام يا سلام، يعني حقيقة حاجة جميلة وموفقين يا رب العالمين فيها. الفترة الأخيرة احنا طبعا متابعين انه في مبادرات كثيرة طلعت عشان ما تدعم السيدات وتمكن السيدة عموما في انها زي ما ذكرت الجانب الاقتصادي وكل التفاصيل دي. اللي بيميز المنظمة دي شنو عن المنظمات الثانية؟ اللي بيميزها انه يعني ما بتختار ليفل معين من البنات. انت بتجيبي منتجك وبتجي بعد داك عندنا استمارات بنوزعها، الاستمارات دي بتظهر التفارقات بيناتهم. يعني زي ما قلت لك بتلقي واحده مثلا انه زي ما قلنا في الفيديو ما بتقدر تسويك، او الباكجينج بتاعها ما ظابط، او ما قادره تتكلم، او ما قادره تعبر عن المنتج بتاعها ده. فبندي كل واحده احتياجها مع حاجه ثابته بنديهم لها كلها، انه بنعمل لهم بازار برا عشان تشتركي في بازار او كده بيعملوا لك برايس عالي، احنا بنعمل برايس اقل، بنحاول معاونه نوفر لك حاجات اساسيه مثلا اذا كانت حاجه تتشرب خلال اليوم كده. لكن الفكره انه ان احنا ما عايزين نكسب من خلالك، احنا عايزين نساعدك تدوفلوب الحاجه اللي انت بتعملي فيها دي وتطوريها. يا سلام. طب يعني نسرين اكيد انت كنت اخذت فكره ممكن تكون جواكي بانه انا مشروعي عايزه اوصله للناس والناس تقوم يعني تعرف انه انا قاعده اشتغل على حاجه، فافهم معاك التفاصيل دي ورؤيتك انت برضو الشخصيه في انه مشروعك ومنتجك يصل. ايوه انا اول ما بديت شغل يعني لقيت تشجيع من صحباتي وبنات اهلي القراب مني، هم اللي كانوا دعموني يعني واشتروا المنتج بتاعي. بعد كده يعني بقيت بشارك في معارض وبازارات لحد ما وصلت مرحلة انه اتصلوا علي او كلمتني منظمة مسؤولة من دعم السيدات وقالت لي انه يعني احنا اخترناك عشان تشتغلي معانا او تعرضي منتجاتك معانا. حلو. طب الاختيار ده بيتم كيف يعني؟ هل انتم بتفتشوا مثلا على السيدات ولا عن طريق معرفه ولا شنو الحاجه دي بتتم؟ هو كان عنده كذا طريقه. يعني احنا الناس اللي كانوا حوالينا مشوا بازارات قبل كده اشتروا منتج وجربوا. أوكي. اهم حاجه ما في زول، في مثلا بنات بيقولوا انهم بيعملوا هاند ميد لكن بيجيبوا حاجات جاهزه. فانت لو اتبنيتي واحده زي دي وبعدين اكتشفوا الحاجه دي بتبقى مشكله لك انت. فثلاث ارباعهم كان يا الاقارب الاصحاب الناس اللي بنعرفهم وصلتهم وجربت المنتج بتاعهم واتاكدت انه منتج حقيقي ومعمول هاند ميد. تمام. فبعد ذاك هم كانوا كتار شديد، فبدينا الماء يتجرب نقوم نشوف برضه يعني نحاول نصليه ونشوف المنتج ده الكواليتي بتاعته شكله عامل كيف شكل الشغل. فبعد ذاك قمنا منهم اخترنا. يعني الحاجة دي عشان تتم طبعا برضو يعني مراحل صح؟ أنا عايزة أقف برضو أكتر على مراحل المنظمة، لكن بس عايزة يعني أعرف مع نسرين قدر شو ممكن تكون الحالة دي هي أفادتها، ويعني فكرة المشتركات برضو مع في المنظمة، لأنه في تشبيك حلو بيحصل. يعني نفس الفكرة حتى لو أنا ما قلت الناس دي تعمل، ففي مجتمع واحد قاعد ناس دي كل واحد مقدر حالة الثاني، فتخيلي برضو في تشبيك جميل شديد قاعد يحصل. أي جدا. حتى لما يعني لما لقيت كم نفر بيشتغلوا كروشيه الشغل ما كان متشابه، يعني في اختلاف. وما شاء الله يعني في ناس عامله حاجات احلى بكثير وفي برضه حاجات متنوعه. موفقين يا رب العالمين، ويعني اكيد كل الخطوات الجايه تكون فيها نجاح لك وثبات يا رب. طيب مها، نعرف معك المراحل حقت المنظمه والان هو في مرحله واللي جاي كمان شنو؟ هنتكلم عن 8 شهور ويمكن اكثر من لحظة التحضيرات والتفاصيل وكده، فده زمن برضو يعني مجهود مقدر تماما صراحة. إحنا لما نتواصلنا معهم كان 7-8 لقيناهم بداية 9 كده. فهي كان لما عملنا أول إيفنت اكتشفنا إنه كل البنات اللي بيشتغلوا شغل إنه كيف الشغل ده يكون باكجينج يدوه للسوق يعني. فبتلاقي إنه الناس بتسترخص مثلا الهاند ميد لأنه ما بتعرض بصورة ظابطة أو لأنها هي ما بتقدر تتكلم عن نفسها أو عن البيزنس. خلاص إنه إحنا في الثقافة بتاعتنا المحلية ما تنسي، أنت لما تمشي تشتري حاجة من دكان بتحسي إنها هي حاجة كويسة، لكن مثلا لو صاحبتي قالت لك الحاجة دي بعملها ده سلوك عندنا قاعد نمارسه بلايك إنه بتستخفي بها كده يعني عاملاها أنت كده. فثقافة الهاند ميد دي ما عندنا، وحاجة معروفة إنه الزول لما نعمل الحاجة بيده جودتها أعلى. صح. وعادة أكتر بلس إنه أي قطعة بيعملوها بس يعني بمحبة، وهي حاجة متعوب عليها شديد. بيعملها لك بحب. أيوه. بيعملها لك بشغف وهو حاجة بحبها. فإحنا كان لازم أول شيء نبدأ بالباكيجينج، نجيب المنتجات يصوروها لهم تصوير احترافي، يعملوا لهم فيديوهات لهم هم ذاتهم يتكلموا عن مسيرتهم في الحاجة دي عشان ما نقحفهم حقهم يعني. هم ما إحنا ما جبناهم علمناهم، هم أوريدي كانوا بعدين في الحاجة دي. فإحنا بنجيبهم وصلوا لوين وبنظبط لهم شكل الحاجة بتاعتهم بطريقة احترافية. جميل. طب احنا عايزين نشوف واحد من
الاعمال اللي انت تكلمتي عنها وندخل معنا الساده المشاهدين طبعا بكل الحماس. انا قادره احس الحرد واستشعره تماما، وواحد يتمنى انه لو بيعرف يعمل اي حاجه يعني صراحه هتبنوني يا اخوان. ندعي معاكم اكيد نجي ثاني. إلى نساء الأرض عامة والنساء السودانيات خاصة، قائدات مستقبلنا أنتن، كل ما يحتاج له العالم. حركوا قوتكم وفنكم نحو العالمية بالإنتاج، كونوا مميزات، أزيحوا ضعفكم وضعوا مكانه قوة منتجاتكم وأعيدوا صياغة المستقبل. حضور حأشكر البنات المشاركين في البازار قبل البي اي بي. ليه؟ لأنه لو ما هم كانوا جو عملوا البازار ما حيكون اليوم ده الليلة ناجح بالطريقة دي. بعدين لما بقينا في جريد 6 المدرسة بقت بتعمل الجلوبال داي، فأنا كنت بشتغل تبع القرية السودانية، كنت بعمل أكل سوداني، منتجات سودانية، وأكشلي أنا ما بعملها بتعملها ماما، وأنا بشيلها ببيعها في المدرسة. بعدين الموضوع اتطور أكثر إنه المدرسة بقت بتعمل بازارات، أنا كنت دائماً بشارك في البازارات دي بأي حاجة، يعني بعمل traditional food، accessories، بعمل حاجات كده. البزنس بتاعي بدأ نهاية 2020 في أكثر فترة، يعني يمكن فئة كثيرة من الناس كانت مكتئبة وما عرفت تعمل شنو وضايعة، وفي نفس الوقت في ناس كمان لعبوا على الحاجة دي واكتشفوا مهاراتهم وعملوا بزنس وعملوا حاجات كمان جديدة. فأنا من الناس المحظوظين اللي أنا اكتشفوا مواهبهم وطوروا بزنس وهدني لهس يعني شغال عليه. عنده أختي أكبر مني بتشتغل شغل كيك ومعجنات، كانت دايماً بتقول لي يا مروة أنت لو اشتغلتي في مجال الكوكيز حتبدعي فيهم. ففي يوم قررت أني أخلص من مخاوفي وإني أبدأ أشتغل، يعني ما حينفع كده. فقمت في نفس اليوم ده أنا مشيت السوق جبت موادي بدأت أخبز وعملت زينت في يوم واحد. فعليكم تخيل يعني من زول كسلان مستصعب كل حاجة لزول قاد يعني قدر يحقق نجاح في يوم واحد. الفطور بالنسبة لي ما بس إنه إحنا بنشمه وخلاص، هو حرفيا ثقافة بتاع المجتمع بالذات الفطور السودانية. يعني العطر فكرة، يعني بيحمل قصة، بيحمل لنا يعني تفاصيل كثير إحنا عشناها زمان في طفولتنا. فالحمد لله أنا دائما بفكر إنه يعني كان في دراسي إنه ليه إحنا ما عطورنا السودانية ما رايدة، يعني إحنا ليه ما رايدين في مثلا عطور زي الفرنسيين مثلا، فليه ما يكون مثلا عندي متجر في الشانزليزيه في فرنسا؟ يعني انا حرفيا دي واحده من طموحاتي وان شاء الله متاكده انها تطلعي. فكان 2016 اخذت 10,000 من ماما، 10,000 وقتها كانت تجيب لي 4 فساتين بالافراح. بقيت اجر الفساتين واشتغل ميك اب، لانه هناك في عنقره كانت انه ما زي هنا انه انت ممكن تجيب الفستان من حته والميك اب من حته والجزمه من حته، لا كان هم بيحبوا انه كل حاجه تكون في نفس الحته. المفروض الناس تطرقه تبدا فيها وتبدح فيها، واي زول يكون رايد في مجاله بحيث انه ما نشيل شنو الفكر التقليدي الخاتين الناس عن الاعمال اليدويه. يعني الواحد هنا لو تقول له يا اخي المنتج يدوي استرخصوا لك شريك، جيت معاهم لاقصى اخر حاجه، انا بجيت مع زول لانه انا ما لقيت زول ساعدني. يا سلام يا اخي يا سلام، الله يوفقكم يا رب العالمين، وان شاء الله يعني دائما مساحات تكون كده مفتوحه ومناسبه لكل السيدات اللي بيعملوا في عمل حقيقي، واللي هي اكيد بتنفع طبعا اقتصادها هي في الاول بتنفع اقتصاد السودان. نسرين شايفه نفسك وين لقدام بعد انضمامك للمنظمه؟ احلامك هل هي كبرت؟ التفاصيل دي اختلفت؟ احنا جايبين نزل على ارض الواقع عشان نشوف تعمل في شنو. والله كبرت الحمد لله، كبرت كثير شديد. يعني شايفه نفسي وين؟ انه عندي مشغل كبير ادعم فيه والبنات المبتدئات او اللي بيعرفوا يشتغلوا كروشيه او عايزين يبدوا في بكورسات بتاع التدريب، انه يعني نشتغل كلنا مع بعض ونطلع منتج للتصدير ممكن اقليميا او دوليا.
طب نسرين، يعني انت اكيد لما بديتي ما كان ما شاء الله الحراد بالجوده دي، فشو خلاكي انك انت تتطوري في مشروعك؟ احساس برضه جبال ما ذكرت كلمه الشغف والمحبه، هي دائما تخلي بتنجح شكل الحارات وبيخليك انت تصر على انه لا احنا ممكن نبداها، ترجع تفكيها من البدايه عشان في واحده بس عملت غلط، صح درجة تتفكى ثاني عشان تقوم تعمل. ده برضه زمان، ده مجهود، ده تفاصيل. فشنو الربط ما بينك وما بين الكروشيه عموما؟ وهو يعني من انا صغيره كنت بشتغل لكن بالخيط الثاني بتاع الصوف بالابره الصغيره، فكان عندي فكره انه انا كيف بعرف بمسك الابره وبعرف اخيط وادمج الالوان او انسقهم مع بعض. فبديت جبت المواد وبدات اتعلم من الفيديوهات من اليوتيوب لحد ما اتقنت. فعلا زي ما قلتي، لما يكون في حاجه واحده يعني اذا عملت غلط ولا كده في صف من الصفوف، اضطر ثاني افرتكها من الاول وارجع اعملها. فعادي يعني في الاول تعبت شويه لكن بفرح شديد لما اشوف الحاجه زي ما انا عايزها. ده في حاجات ثانيه انت بتكتسب مهاره تصور اصلا، يعني في تتعلم به حاجات كثيره جدا، ما بس انك انت ماسك ابره وخلاص. وتخلي كل واحد لو عايم مثلا لزوايا الحاجه هو بيعملها بيلقى انه في 70,000 جانب هو كل ما يعدي عليه ويوم قاعد يتعلم فيها وقاعد يساعد اكيد نفسه فيها. مها عشان البنات يوصلوا المرحله اللي هم حابينها كورائدات الاعمال طبعا، واللي هم بيعملوا في حاجه مختلفه حقيقي عشان يوصلوا للمراحل دي، اللي انتم بتقدموه شلون بتشتغلوا معاهم ورش؟ كيف بتقدروا توسعوا احلامهم؟ كيف بتقدروا مثلا انه حتى تطوروا المهاره اللي هي بتعمل فيها على اساس تكون حاجه بجد تستحق ان هي خلاص تطلع عالميا؟ خلينا نقول تمام، زي ما قلت لك جبال احنا بدينا بالباكيجينج، انه بنحاول المنتج بتاعه ده ناخده بطريقه الزول لما يشوفه ما يقدر يفرق بينه وبين الحاجه اللي في مصنع. لكن طبعا لازم يعرف انه ده هاند ميد يعني. الحاجه الثانيه اللي بنقدمها الفند، عندهم مشاكل احسن بعدين تقول عليك نسرين، بتواجههم مشاكل كثيره، فاحنا بنساعدهم في كيف انه مشاكلهم دي يصلوا لها، بنحاول نربط بينهم وبين السبونسر، والسبونسر بيتعامل معهم دايركتلي. الحاجه الثالثه اللي بنقدمها بنطوره هو ذاته ذاتيا عشان يجي في منصه ويجي يتكلم عن الحاجه اللي بيقدمها. الحاجه الرابعه الدعم القانوني، وده اهم شيء. انت عشان تعملي براند عشان تحفظي حقك لازم يكون عندك اسم وتمشي تسجلي، عشان تمشي تسجلي الموضوع ده مرهق جدا. فاحنا بنقوم بنجيب محامي وبنجيبهم زي 3 4 5 6، والحاجه دي طبعا اللي قدام ستيب باي ستيب بيسجل لهم كلهم مع بعض، بيعمل لهم الاجراءات بتاعتهم كده. لما انت تسجلي بيكون عندك افيلبل، انه يكون عندك زي ما بقولوا هي شنو امتيازات، غير لما تكوني ما مسجله بتتسهل عليك حاجات كثيره شديد في المواد والتفاصيل زي دي. بعد ذاك بنعمل لهم بازار ثابت شهري، اذا كان شهري او كل 3 شهور بتعرض منه حاجاته. فاحنا اشتغلنا من اشتغلت منتجها، رتبته، عملت البراند بتاعها، بقى الباكجينج بتاعه ظابط، بعد كده كيف نوصلك للسوق المحليه هنا والناس تعرفك. يا سلام يا سلام، والله احنا معاكم تماما يعني كقناه سودانيه 24، وانا كتسنيم رابح اكيد معاكم في الحاره دي، وموفقين لانه هي حاجه فيها فائده حقيقيه. وانت بتشوف حتى الدعم اللي انت بتعمله هتشوف انه انت كيف نتيجه دعمك قاعده تصل وقاعده بتساعد في زول بطريقه كويسه شديد. بس برضو عايزه اخذ معاك رساله يا نسرين لبنات السودان اللي هم بيعملوا في حاجات ممكن تكون حتى لو كانت مشاريع بسيطه صغيره، رسالتك لهم شنو؟ والله اقول لهم keep going. البدايات دائما بتكون صعبه، ففي الاول حيلقوا اصلا صعوبات وكده، لكن مع الاصرار انهم يصلوا حيصلوا ان شاء الله ان شاء الله. مها انا بالنسبه لي انه الاستمراريه، يعني هي الوحده مثلا عندنا كم نموذج او كم وحده جابت صاحبتها عشان تقويها، تقول لي صاحبتي دي هي اللي بدت المشروع في البدايه مثلا. عندنا مثال من البنات، وانا بعد ذاك لما شفتها تقدمت بديت، لكن انا استمرت وهي ما استمرت. ال- 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 الكلام اللي بتسمعه من الناس اللي حوالينا، البيئه الما مساعده، المجتمع، وفكره الهان ميد زي ما قلت لك، الحاجه اليدويه، احنا بنسترخص الحاجه المعموله باليد. فانا بالنسبه لي انه ان احنا بنوصلك، لكن انت لازم يكون تستمري عشان الاستدامه بتاعت الحاجه دي بتعمل لك دخل. فتخيل انه كل واحده فيهم يكون عندها دخل ثابت بتطلعه، الدخل ده حيكون قاعد في بنك وتيفر قاعد وين، فبالتالي الدولة حيكون عندها التزامات تجاهها وهي عندها التزامات تجاه الدولة، فحيكون في عجلة بتاعت قروش شغالة. فتخيل انه كل بيت بدل ما كانت تشتغل برا كبرت الشغل، فالحاجة دي ضابطة شديد. تمام، يعني طب الناس تصلكم وين يعني عشان عندنا صفحة في عشان واحد اللي عنده مشاريع صغيرة حابب انه يلقى جهة تدعمه، وعشان برضو الواحد اللي هو حابب انه يدعم المشاريع اللي هي متواجدة عندكم؟ احنا قاعدين في الفيسبوك وقاعدين في
تيك توك أوكي. التيك توك وثاني وين تليجرام وفي التليجرام حلو. وانا شخصيا برضو لو تواصلت معي الناس شخصيا يعني برضو ممكن عادي اقول انه تدخلي في الماسنجر يعني أوكي. باسمي اللي هو محل فكي أه. لكن احنا عندنا مواقع تواصل بتاعت بنتيمبورو يعني طيب. بلس انه لو اي واحده بتعرف واحده من البنات ديل قاعده توصل ممكن تيجي فاي واحده حابه عندها هاند ميد احنا على فكره الفات في كميه من البنات يعني احنا لحد الفات كنا 64 بيت بس كي. البازار اللي عملناه الفات البنات اللي لحد تموا هسي 100 كلهم جو من هناك بتجيك الوحده بتقول لك انا طيب ما بشتغل ممكن اضم عليكم انا ما بشتغل اصل المره دي بيجوا 100 بيت فالدور الجاي اي وحده حاسه انه عندها شغل قاعد تشتغله وعايزه تطور واحنا ما عندنا ممتاز. مشكله موفقين موفقين يا رب العالمين. نسرين حابه تقولي حاجه اخيره؟ مش احنا خلاص بتمنى انه الناس تقدر الشغل اليدوي لانه فيه مجهود وانت يعني بتدفع زمن من عمرك يوم يومين ثلاثه على حسب حجم الحياه بتعمل فيها عشان تطلع حاجة متقنة يعني تعجب الناس تعجبك انت اول حاجة وبس. الله يوفقك يا رب العالمين ووفقين كمان يا مها وشكرا جزيلا لكل يعني النساء والسيدات وبنات بلدي اللي بجد قاعدين يعملوا في حاجة ضابطة جدا وحاجة لطيفة وبيحاولوا دائما هم يثبتوا نفسهم ويعملوا بصمة ممكن تكون واضحة لو في السودان لو خارج السودان.